السلام عليكم، دائما خالد معكم. راح نتكلم على نبتة من النباتات الداخلية الجميلة، وهي نبتة البطوس. راح نوريكم كيفاش نديروا عملية النقل، ننقلوها من هذا البو لهذا البو، يعني من هذا الفاز تاع البلاستيك باش نحطها في هذا الفاز اون تيركويت تاع الطين. وانا نفضل الفيزا اللي مخدومين بلا تيركويت افضل من الفيزان والمحابس المخدومة بالبلاستيك لعدة اسباب سوف اتطرق الى في فيديو اخر. حتى لو طيل عليكم مش نحتاج يكون عندنا محبس، نحتاج تكون عندنا بيدارجيل، ونحتاج يكون عندنا تراب ومجتم دعامة عن تويتر لتعلق عليه هذه النبتة. كما لا يخفى على الكثير منكم أن نبتة البطوس هي نبتة استوائية بأوراقها الفاتنة الجميلة جدا، وهي دائمة الاخضرار. قد يصل طولها إلى مترين، قد توصل حتى 2 متر في الطول تاعها. هذه النبتة تحب ضوء الشمس، وتعرض دائما إلى ضوء الشمس، مش أشعة الشمس المباشرة، وإنما هي ضوء الشمس فقط. تحتاج إلى تربة غنية خفيفة، تتغرس دائما، غالبا تتغرس في المحابس، يديروها الناس يديروها في المحابس، ما تتغرسش في الأرض. تقدر تقول باللي تقدر ما تنجحش، علاش؟ خاش تخاف الشمس المباشرة وتخاف البرودة الشديدة. دائما نبتة البطوس تحتاج بلاصة تكون مضيئة جدا، ضاوية بزاف، يقدر يكون قدام نافذة، قدام تاقة، في كوزينة، في صالون، يكون ضاوي بزاف، في قاعة الانتظار. المهم يكون مكان مضيء، هذا هو الأصل. عملية الاعتناء بنبتة البطوس بسيطة وسهلة جدا، فهي تعد من النباتات السهل الاعتناء بها. تتكاتل بالخفة في الماء، يكون دائما في فصل الربيع. عملية السقي تكون إلا إذا جفت التربة، يعني غير إلا شت التراب، يعني يبس تروح تسقيها. نقلوا من عملية السق في فصل الشتاء من 8 حتى 10 أيام. عندها جذور ما يسمى بالجذور الهوائية، كما هو ملاحظ هنا، هذه نسميها الجذور الهوائية، لرسين أريان. هذه الجذور يعني يمنع منعا باتا من قطعها، فهي مفيدة جدا لهذه النبتة. وهذه النبتة بوتوس، هذا عندي بوتوس جيون، تعد من النباتات المطهرة للجو، للهواء، خاصة في المنازل، خاصة في الغرف. parmi les plantes dépolluantes، يعني طهر الجو، فهي نبتة مفيدة ويجب أن تكون في كل بيت من البيوتات الجزائرية. نبدأ على بركة الله. الحاجة الأولى اللي نديروها، نديرو كوش دو بيدارجيل، هذا ياو كوش بيدارجيل، نديرو طبقة، يعني كريات الطين هكا ياو، طبقة خفيفة تاع 2-3 سنتيم. هاد علاش نديروها؟ حتى تسهل من عملية تصريف الماء، باش الماء ما يستقناش، يعني ما يحبسناش، ما يقعدناش في البو، خاطش الماء كان يقعد لنا في الفاز في المحبس، واش راح يصير للجذور تاع النبتة؟ راح تختنق وتتعفن وتموت لنا النبتة. وهذه عملية مهمة جدا، سواء عندك بيدارجيل هدايا كريات الطين، ولا قرفلي تغسلو طريطري بيهم ديرين كوش، ولا إذا كان عندك ان بو تركويت يعني تاع الطين وتكسر لك، حكموا دقدقوا كما نقولوا حنا، وديروا مرصوات صغار وحطوا في قاع المحبس، يعني في كومين كوش ولا كطبقه لتصريف الماء. بعد ما حطينا لاكوش تاعنا تاع بيدارجيل، نديروا تراب، نديروا الكوش تاع التراب هكا، نبلاصيو الدعامه تاعنا تويتر هذاك، نحطو هكاك، ومن بعد هاديك نديبوتيو الفاس تاعنا هدايا، نحيوه من مكانه، ونعاودو نغرسوه لهنا. أنا حتى أنا درك بيسكاني بيد وحدة، بعد ما نكمل نوريلكم النتيجة. هنا باش
يعني لا تكنيك باش نحو لوبول، يعني نبته من لوبول تاعنا دائما نبصها هكا شويه نديبوتيوها باش تعني تنفصل تنحى من على التراب بالعقل بالعقل، ومن بعد تشد النبته تاعك بهالطريقه وتقلبها خبط بالعقل هوب وراي فات بكل بساطه. هنا راح نحط الدله المجتم تاعنا التيتور هذا باش يصبح، وبعد نعمر تراب العقل بهالطريقة نطاسي شوية نور عليها كاع لي كوتي نبداو نطاسي ندخلو العقل بالعقل، خاصة لي كوتي لي تكون بين التراب وبين المحبس، ودائما كي يكون نبداو ندخلو في التراب نروحو بالعقل باش ما نقيسوش الجذور تاعنا، يعني ما نكسرهمش وما نقطعوهمش هالطريقة. ودائما كيما قلت لكم دخلو دائما قرابة سنتيم على المحبس، وهذه بعد تيك هنا واش نديرو، هنا من بعد نقدر نربطوها بخيط ولا بكاش حاجه باش من بعد هنا يبداو يخرجوا الجذور الهوائيه. هذه الجذور الهوائيه هي اللي تبدا تطلع، الجذور الهوائيه كي يكون هذا يمدي مشمخ الجذور هذه واش تولي تحوس على الرطوبه، ومن بعد اوتوماتيك ما راح تلصق لهنا تحط الجذور تاعها وتبدا تطلع. النتيجه ان شاء الله راح نشوفوها بعد شهر شهر ونصف ان شاء الله من غرسها. بارك الله فيكم. بعد ما انتهينا من عملية الغرس ربطناها لهنا بالطريقة علاش باش من بعد هذيك الجذور الهوائية اللي تخرج منا واش راح تلقى هدايا لما وصلها الحشيش هذا تلصق فيه، كي تلصق فيهم بعد هذيك وحدة 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 تبدا تلقى الطريق تاعها. بعد ما انتهينا من عملية الغرس دائما وابدا نقوم بعملية السقي، السقي تكون دائما بعد الغرس مباشرة علاش لعدة فوائد. فائدة المرجوة الكبرى انها تقوم باخراج الهواء الزائد من التربة باش هذاك الهواء ما يقعدلناش في التراب ويكون سبب من اسباب جفاف الجذور. والنتيجة كما أقول دائما على الله عز وجل. إن شاء الله موعدنا في فيديو آخر بإذن الله عز وجل ونبتة أخرى.